إذن 5 كيلومترات نسير معكم في هذه التحديات والإثارة وهذه الانطلاقات المتميزة هنا على أرضية هذا الميدان. شوط الختام غدا إن شاء الله في 6 صباحا انطلاقة لقايا أبناء القبائل ضمن تمهيدي المرموم ومكرمة سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم هنا التي تنطلق على أرضية هذا الميدان. نسير إلى الصدارة، نتقدم هنا إلى مقدمة هذا الشوط والمركز الأول الشاهينية هجنة العاصفة بقيادة هنا إذن غياث الهلالي، بينما المركز الثاني هنا تأتينا أخيرا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم بقيادة مسري بسالم بالعرطي الحميري، وعلى المركز الثالث وصلت الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة وخليفة سعيد بن سالم الينيبي من يقدمها على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هنا تأتينا غزل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم بقيادة عبد الله بالطير العامري من تنطلق على المركز إذن الرابع، بينما المركز الخامس تأتي الشاهينية من هجن ند الشباب بقيادة هنا سالم بن سعيد من تنطلق على المركز الخامس، والمركز السادس التماس لسمو الشيخ زايد بن الزاع بن زايد آل نهيان وناجم بن علي الغيلاني في التضمير من تنطلق بالتحديات وبالإثارة المتميزة. أما على المركز السابع تأتي الظبي سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم مع عبد الله بن ثعلب الهايري من تنطلق هذه اللحظات وكلاسة من الجانب الآخر سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بالعرطي الحميري أيضا منطلقة بالتحديات وبالإثارة. تاسع مراكزنا تأتي الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، والمركز العاشر هنا هجن ند الشباب مع الشاهينية وسالم بن سعيد ومضمرها من تنطلق على المركز العاشر. هذه هي الانطلاقات، هي التحديات والإثارة المتميزة. نعود مشاهدينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط وإلى الشاهينية من تسيطر على زمام الأمور، تسيطر على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، تندفع بصدارة هذا الشوط من هجن العاصفة بقيادة هنا غياث الهلالي، بينما غزل تاتي على المركز الثاني. غزل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة عبد الله بالطير العامري تنطلق هنا بهذه اللحظات، تنطلق على المركز الثاني وثالث المراكز. الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن ثعلب الهايري يقدم الظبي على المركز الثالث ورابع المراكز الشاهينية. هجن ند الشبه مع سالم بن سعيد، وصلت الشاهينية من هجن العاصفة على خامس المراكز بقيادة غياث الهلالي، بينما المركز السادس التماس لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي الغيلاني يقدمها، وسابع المراكز كلاسة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بالعرط الحميري هنا تنطلق على المركز السابع وثامن المراكز الشاهينية. هجن العاصفة من تأتينا على المركز الثامن هنا مع غياث الهلالي، المركز التاسع الشاهينية هجن ند الشبه سالم بن سعيد، المركز العاشر الشاهينية هجن العاصفة وغياث الهلالي. هذه هي النتيجة، ها هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة، إلى المركز الأول وإلى الانطلاقات والتحديات المتميزة والشاهينية المندفعة بصدارة هذا الشوط، مندفعة بالمقدمة وبالمركز الأول من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. هنا غزل على المركز الثاني، غزل على المركز الثاني هنا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم بقيادة عبد الله بالطير العامري، ولكن أرى الظبي تتسلل، الظبي تتسلل في هذه اللحظات. الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة أحد شبابنا المضمرين شباب الهباب أبو سهيل هنا يقدمها هذا الأداء عبد الله بن ثعلب الهاب.
الطائري، وعلى المركز الثالث هجن العاصفة مع الشاهينية وغياث الهلالي. المركز الرابع هنا الشاهينية هجن نادي الشباب مع سالم بن سعيد، ولكن المغادرة للثمانمية متر الأخيرة هو الشاهينية، هي المسيطرة على زمام الأمور، مسيطرة على الصدارة وعلى المركز الأول. هجن العاصفة غياث الهلالي في متابعتها من تنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. أرى الضبي قادمة على ثاني المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، تنطلق هنا على المركز الثاني بقيادة عبد الله بن ثعيل بالهايري. المركز الثالث الشاهينية، المركز الرابع كذلك الشاهينية، هجن العاصفة هو غياث الهلالي. هنا يقدمهن الله التحديات الأخيرة، الشاهينية والظبي قادمة، الشاهينية والظبي قادمة، الشاهينية والظبي، شاهينية والظبي والشاهينية. الله الله، تحديات جميلة بهذا الانطلاق الجميل. الله 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 الله، شاهينية والظبي، الظبي والشاهينية، الظبي والشاهينية، الظبي والشاهينية، والانطلاقات والتحديات جميلة. واكن الظبي، الظبي والشاهينية، شاهينية والظبي، الظبي والشاهينية. الله الله، اللحظات الأخيرة، ولكن الظبي، الظبي من أعلنت الفوز والناموس. تهانينا تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. شكرا بسهيل عبد الله بن ثعيل بالهايري. المركز الثاني الشاهينية، المركز الثالث الشاهينية، المركز الرابع الشاهينية، هجن العاصفة مع غياث الهلالي. وعلى المركز الخامس وصلت هناك سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد، سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. ونعود مشاهدينا الكرام إلى التحديات، إلى الإثارة. عود مشاهدينا الكرام بهذه الانطلاقات والتحديات المتميزة. 7:55 أربعة من الأجزاء من الثانية التوقيت الزمني هنا لانطلاقتي. هنا إذن الظبي ومشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة مضمر عبد الله بن ثعيل بالهايري. المركز الثاني الشاهينية ب7:56 جزء واحد من الثانية توقيت الشاهينية، هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. بينما المركز الثالث كانت الشاهينية كذلك هجن العاصفة غياث الهلالي، 7:56 سبعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع، وإلى منقص سباق صباح هذا اليوم والزميل حمد بن ضبيب الشامسي. إذن شكرا للزملاء في عربة النقل. مشاهدينا الكرام، شكرا للزميل فايز من غفان اليابري على شوط الختام، حيث